ننتقل لفعالية أخرى وسباق أيضا، في أول سباق من نوعه الحقيقة مدينة العالمين تستضيف أول سباق من نوعه ينظم على أرض مصر للإبل المنتجة للحليب، ينظمه الاتحاد المصري للهجن ويستمر لمدة يومين. معنا دلوقتي على التليفون عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. أهلا بيكم والله يصبحكم بالخير، وأنا سعيد بهذه الإطلالة الطيبة على تراث أجدادنا الهجن. أهلا بك يا فندم. في البداية لو توضح للسادة المشاهدين المظاهر المختلفة في هذا السباق، سباق الهجن للإبل المنتجة للحليب، يمكن كمان أبرز سؤال هيجي في ذهن المشاهدين، إيه الاختلافات لو عملنا مقارنة بينه وبين السباق سباق الهجن العادي؟ والله يا أستاذة في فرق بين سباق الحليب. الحليب طبعا في سلالات منتجة للحليب واغلبها الحمر من المغرب، يعني من ناحية شمال افريقيا، ونوع اخر يسمى الرشيديات من السودان. فبيتم الحلب صباحا والحلب مساء. الحلب صباحا والحلب مساء، واكثر كمية من الحليب وزنا هي اللي بتفوز بالمركز الاول. واكبر كميه 13 كيلو ونص في الحلب الواحده. هايل. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي جت الفكره، يعني ليه الاختيار وقع على الابل المنتجه للحليب؟ والله احنا بنعمل استاذنا بنعمل سباق الهجن من يعني زمان قديم، من اكثر من في مصر من مطلع التسعينات. مظبوط. واصبحت رياضه الهجن الان يعني تضاهي رياضه الهجن في دول الخليج العربي. مصر فيها الان سباقات للهجن يعني طيبه جدا، شرم الشيخ الان في افضل مضمار في العالم، الامارات عملت أنشطة في العالمين وفي شرم الشيخ، وبالنسبة للحليب أول مرة النشاط يتعمل في مصر. وهيبدأ غدا التسجيل الآن، اللجان أنا في تواصل مع اللجان في العالمين، تسجيل شغال ومن كل المحافظات بتواجدوا، وبكرة إن شاء الله يوم 2 و3 هيبدأ النشاط حليب الإبل. وأنت عارف ازدهار هذا النشاط هيكون له مردود طيب، لان الحليب له فوائد صحيه كثيره. فاتمنى ان تكون يعني الفتره الجايه دائما في انشطه. احنا اولا حاجه بنتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامه رئيس الجمهوريه الذي دعم التراث وحضر سباقات الهجن في شرم الشيخ، وكان بيوصي كثير على هذا الرياضه، رياضه الاباء والاجداد. فالان احنا بصدد غامت او حدث أو لاول مره يحصل في مصر هو سباق الحليب. ايضا في يوجد مع سباق الحليب سباقات للهجن 30 شوط، تتنافس على 30 شوط حسب السن، في سن سنتين وفي سن زي ما بيقولوا عليه الحق سنتين، هيجرن كل واحد يعني كل شوط مع سنه، النوع ايضا الذكر والانثى كل سنه، تتنافس القبائل كلها مين تفوز بزعامة المهرجان من المحافظات. يكون حدث والتقاء طيب مع كل قبائل الوطن العربي في العالمين إن شاء الله. بكل تأكيد يا فندم، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن، نشكرك يا فندم جزيل الشكر. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، يعني اعتقد 3 ساعات كان فيهم فقرات كتير جدا. مظبوط، نحاول دايما نقدم لحضراتكم كل جديد ومختلف.